اليوم كنظموا هذه الوقفة تضامنية مع المتابع تعسفا الدكتور بوبكر الونخاري اللي كيتابع اليوم في ملف مفبرك ملف فارغ. ايضا نقف تضامنا ايضا مع المعتقل السياسي النقيب محمد زيان اللي ايضا ستجري محاكمته في محكمة استئناف في ملف اخر، وهو المعتقل المحكوم بثلاث سنوات وما زالت تفبرك له ملفات تلو الملفات. كما اننا نحتاج من اجل محاكمة أخرى ننتظر النطق بالحكم بها اليوم، هي محاكمة المعتقل الرأي مصطفى دكار بمدينة الجديدة، لينتظر أن ينطق بالحكم اليوم. إذن هو مسلسل من المحاكمات، مسلسل من المتابعات لأصحاب الرأي، محاكمات ليس لها من غرض إلا كبح حرية الرأي ومنع حرية الرأي، وعنوانها الاعتقال السياسي اللي ساد وطغى خلال هذه السنوات الأخيرة بشكل طافح، واصبح الهدف ديالو هو تكميم كل الأفواه. فكنوقف اليوم باش ندينوا هذه المحاكمات، وكنطالبوا بطي هذه الملفات وبإيقاف هذه المحاكمات، كنطالبوا بوقف محاكمة الدكتور بوبكر الونخاري لأنه ملف فارغ إلا من متابعة كيدية. كنطالب أيضا بوقف محاكمة النقيب زيان وإطلاق سراحه اليوم، كما أننا نطالب بإعلان البراءة في ملف معتقل الرأي مصطفى دكار، وأيضا كل معتقلين الآخرين سواء المعتقلين على خلفية مناهضة التطبيع اللي فيها مصطفى دكار، سعيد بوكيود وعبد الرحمن زنقاد، وأيضا كل الملفات الأخرى ملفات صحفيين. وحنا بعد غد عندنا الذكرى الرابعة لاعتقال الصحفي سليمان الريسوني، وأيضا عندنا الخميس محاكمة أخرى لواحد من أحرار هذا البلد اللي هو الدكتور معطي منجيب للمحاكمة ديالو منذ سنوات وهي ما زالت كتجرجر. أيضا عندنا شباب الريف، عندنا سعيد العلمي، ومعتقلين معتقل الصحافة ومعتقل الرأي توفيق بوعشرين وعمر الرادي وغيرهم من المعتقلين. كفى من هذه المتابعات، كفى من استهداف حرية الرأي والتعبير. السلام عليكم، تحية كل الأصوات الحرة. احنا اليوم جينا من مدينة نشطاء من موقع مدينة الدار البيضاء، جينا لقصر العدالة في هذه الوقفة تضامن مع الأستاذ النقيب محمد زيان وكذلك مع الدكتور بوبكر المنخاري لمتابعين محاكمة سوريا بسبب مواقفهم بسبب انتمائهم أن هذه المحاكمات والاعتقالات اللي كنشوفوها اليوم على طول خريطة حق الأصوات الحرة عوض يتم محاكمة أو متابعة رموز الفساد لينهبوا التخيلات والتراوات البلاد. حنا كنشوفوا هذه المحاكمات هي محاكمة تعسفية لأن من أجل إقبار كل الأصوات الحرة اللي كيفضحوا منظومة الفساد في سياسة الريع. أنا عيب وعار ملي كنشوف رجل في عمر ديالو 81 سنة يتم محاكمته من جديد وتلفيق له تهم كيدية. الدكتور بوبكر الونخاري الاعتقال ديالو كان اعتقال تعسفيا بسبب النشاط ديالو، بسبب الانتماء ديالو، بسبب الاراء ديالو. حنا اليوم ماشي بوبكر المنخاري ولا نقيب الاستاذ محمد زيان، الاراء وحريه التعبير هي التي تحاكم. هذه الاعتقالات ما كتزيد الا كتعطي الصوره سوداويه على الواقع ديال المغرب. حنا كنشوفوا المغرب فين واصل، 154 في التعليم، اكتظاظ داخل السجون، حريه التعبير راه الاعتقال، الواقع الاجتماعي الظروف قاهره كيعاني منها الشعب المقهور. فين هي الحلول السياسيه؟ الحل الحقيقه هي محاكمه رموز الفساد اللي وصلوا البلاد الرتب الاخيره في التعليم، في التنميه، في الاقتصاد. لهذا الحريه للدكتور بوبكر الونخاري والحريه لكل الاصوات الحره. كنوقفوا هنايا بعد دعوه الهيئه الوطنيه لمسانده معتقلي الراي وضحايا انتهاك حريه التعبير بالمغرب، كنوقفوا تضامنا مع الاخ ديالنا بوبكر الونخاري اللي كيتعرض لواحد المحاكمه جائره
محاكمة ظالمة اللي كتستهدفو بسبب الآراء ديالو، بسبب يعني انتقادات ديالو للدولة المغربية، بسبب انتمائه السياسي والفكري. هذه الوقفة كتجي أيضا للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين المتواجدين في السجون والمطالبة بإطلاق السراح ديالهم، وكتجي تضامن مع كل ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، كل المحاكمات الجائرة اللي اليوم كنشوفوها تتواتر باستمرار، وأيضا تضامن مع كل من هما متابعين بسبب مناهضتهم للتطبيع. هذا اليوم هذه الوقفه هي كذلك المطالبه باطلاق سراح الاستاذ نقيب محمد زيان اللي كيتعرض في نفس اليوم هذا النهار لمحاكمه جديده بعد سلسله المحاكمات الظالمه والجائره اللي تعرض لها خلال هذه السنتين. اذا اليوم هو وقفه مع كافه المعتقلين السياسيين، وقفه مع كل ضحايا انتهاك حريه التعبير بالمغرب، وقفه لادانه السياسات القمعيه بالمغرب، وقفه من اجل الحريه، من اجل بلد الديمقراطيه، من اجل حق المواطن والمواطنه المغربيه في التعبير على ارائهم بكل حريه، ومن اجل ان تكون الدوله المغربيه في مستوى التزامات ديالها اللي كتضل تصدق بها، وهي اليوم كتراس مجلس حقوق الانسان في جنيف، وفي نفس الوقت كتمارس ابشع انتهاكات ضد المواطنين، ضد المناضلين، ضد النشطاء، ضد الاحرار، ضد الصحافه المستقله. لهذا ندين هذه السياسات ونؤكد اننا سنستمر في النضال من اجل مغرب الديمقراطيه وحقوق الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم امام امام قصر العداله بالرباط. هذا اليوم 22 ماي 2024 هو يوم تاريخي في ثلاثه ديال الاحداث. الحدث الاول هو النطق بالحكم في حق مصطفى ذكر اللي معتقل بازمور، ثم محاكمه الدكتور ابو بكر الورخاري، وكذلك محاكمه محمد زيان. الجامع بينهم انهم ناس قالوا كلمه حق، ناس يرفضون الفساد والاستبداد في هذا البلد، هم يريدون ان يعيشوا عيش الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في مغرب نريده جميعا ان يكون من الدول المتقدمة والتي تحترم مواطنيها وتحترم حقوق الانسان، تحترم تحقق فيها كل ما من شأنه ان يعيش الانسان كريما في بلده. هذه الحكومة، هذه المحاكمات الصورية العبثية، نتمنى ان يتعقل الضمير ويرجع الامور الى نصابها، ويفرج عن محمد زيان، ويفرج عن مصطفى ذكر وعن زنقاد وعن بوكيود، لانهم دعموا القضيه الفلسطينيه، لانهم يناهضون التطبيع، لانهم يفضحون المطبعين والفاسدين والمستبدين في هذا البلد. فنقول للدوله كفاك من تلفيق التهم، كفاك من تلفيق ملفات واهية تجاه مواطنين أحرار يريدون أن يعيشوا عيش الكرامة في بلدهم المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتواجد أمام المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل الإعلان عن تضامن المطلق واللامشروط مع النقيب محمد زيان الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجنا ظلما، وكذلك تواجدنا هنا ومن أجل التضامن مع أخينا أبو بكر الورخاري الذي يحاكم في حالة سراح في نفس المحكمة وفي نفس اليوم. مجيئنا إلى هذه المحكمة هو أن نوجه رسالة للقائمين على هذه البلاد بأن نحن لن نتخلى عن الشرفاء في هذا الوطن، ولن نتخلى عن أصحاب الكلمة الصادقة. محمد زيان شيخ المعتقلين السياسيين، النقيب محمد زيان لم يقل إلا ما يسكت المغاربة عن قوله، وعبر عن نبض الشعب، عن نبض الشعب إذ فضح الفساد والمفسدين وناهب الثروات، فكان الانتقام منه بالزج به في غياهب السجون، ولم يراعي سنه ولا مركزه كنقيب للمحامين وكوزير لحقوق الإنسان سابقا وكصادح بالحق. وأمثال النقيب محمد زيان يكرمون في الأوطان التي تحترم نفسها. نعود إلى الأخ الدكتور أبو بكر الورخاري صديقنا وزميلنا، محاولة الزج به في هذه المحاكمات العبثية هو محاولة لإسكات صوته الذي كان دائما صداحا بالحق، ولذلك نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي النقيب محمد زيان وبإنهاء
محاكمة بالعدالة لأخينا أبو بكر الورخاري وبناء هذه المحكمة المحاكمة، وكذلك نطالب بالحرية للمعتقلين السياسيين في كل سجون وطن الجريح، الصحفيين عمر الرادي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ولسعيد العالمي ولرافدي التطبيع محمد زنقاد وبوكيود ومصطفى بكار وناصر الزفزافي ورفاقه ولكل المعتقلين السياسيين في كل سجون وطن الجريح. الحرية للنقيب محمد زيان، العدالة لأخينا أبو بكر الورخاري، وكفى من هذه المحاكمات. نريد وطن يتسع للجميع، نريد وطنا نشعر به بالكرامة وبالحرية، وتحياتي للصحافة الحرة.